تشكرني على ايه بس يا عم الشيخ؟ وانا عملت حاجه؟ دي فاطمه دي بنتي، صحيح انا مربيتهاش وخدتها منك على الجاهز، بس ربنا يعلم هي واصله في قلب لحد فين. اقول لك الحق، حظها حلو ان انا لحقتها على كبر. اديك شايف تربيتي شكلها ايه. وانت كنت خدت فرصه عشان تربي ولا تقصر يا دكتور؟ يا عم الشيخ انا انت ظالم نفسك يا سلمان، ظالمها واكل حقها ودايسها تحت رجليك يا ابني. حرام عليك، فوق وصحصح شويه وبص لحالك، فكر في نفسك زي ما بتفكر في الطير اللي طاير في السماء والسمك اللي عايم في البحر وتقسيم العود اللي انت بتسمعها في خل الخليلي. انت فاكر اللي بيحصل لبنتك ده اللي اتبخت ولا وحشت ظروف؟ انت لو كنت يا ابني ما تشدش عليا يا عم الشيخ فرجاني، ما تشدش عليا الله يخليك. انا حاسس ان انا تايه في الصحراء وشايف بنتي قدام عينيا واقفه على رمله ناعمه بتسحب في رجليها، وانا مش قادر ان انا اشدها بايدي ولا قادر ان انا ارملها حبل تتشعلق فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. كم السمحه دي يا حاج؟ صغيره ب10 والكبيره ب15. طب اديني سمحه كبيره لو سمحت. في فايدة، أنا عارف إني بفحط في البحر. مبروكة. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا جدع مش عاوز تقومني ليه؟ حد قال لك إن أنا عجزت ولا حاجة؟ يا مش الكبيرة برضه ب15 ولا غليت وهدفع الفرق من جيبي؟ شاهد ما عملتهاش يا سلمان، لو شكيت في بنتك مش هتعرف تساعدها. عايز حاجة من الميدان؟ هروح أصلي ركعتين. ربنا كفيل بيها يا ابني، قادر يحل العقدة وفرج الكرب. وشمعنى البوي؟ انت راجل فلاح يا دكتور وعارف كويس قوي لقم الفلاحين لما يحبوا يتلقموا. تفتكر لو نفر عندنا في البلد طلع القاهرة وهو عنده 10 سنين واشتغل فيها اكتر من 20 سنة بواب على عمارة في ارقى مناطق القاهرة، هيفضل لسانه معوج باللكنة الفلاحي اياها؟ زي اقول لك ويسبخني ووشها غرجان في العيط؟ لا طبعا ما بيحصلش. ده إذا كان العيال اللي أنا جايبها من 3 سنين من البلد عشان تساعدني في المستشفى ولا في البيت بقوا يتكلموا دلوقتي إنجليزي وبيطلعوا على الفيسبوك. ده غير إن صاحبنا كان بيلوش في الكلام وبيزق كلمة فلاحي جنب كلمة صعيدي، وهو مطمن إن رئيس النيابة اللي قاعد قصاده ده إيه؟ أفندي، مش هيلاحظ الغلطة الغريبة دي. تفتكر واحد زي ده لما يتعمد الأسلوب ده قدامي يبقى قصد إيه؟ قصد يستهبل طبعًا. هو حضرتك شاكك انه اكيد وراه حاجه غريبه وعايز يداريها بالاستهبال بتاعه ويبعدني عن اي احساس بالشك في انه ممكن يكون له دور في اللي حصل.
خصوصا ان هو اللي بلغ، واول واحد بتلف حواليه دوائر الشك اللي بلغ عن الجريمه، وسعد عارف كده كويس قوي، والا كان اتكلم طبيعي وما لجأش للاسلوب ده معايا. دي اول حاجه. والحاجه التانيه ان كلامه كان مترتب قوي زياده عن اللازم، مع ان الواقعه تقيله ومربكه، واحنا عندنا قاعده بتقول ان الشهاده المهندمه دي دايما بيبقى داخلها الكذب. يعني خلاصه الكلام يا دكتور، الواد عارف حاجه مهمه ومداري عليها، وانا بتمنى ان تحريات المباحث تمسكنا اي خط بالنسبه له، مع ان معلومات المباحث في الظروف اللي زي دي دايما بتبقى ضعيفه وروتينيه، والواد حويط مش سهل يبان عليه اي حاجه. تحريض ايه اللي سيادتك بتتكلم عنه؟ انا مش فاهم اي حاجه. انا بعد اذن حضرتك عايز افهم ايه بالظبط الاتهام اللي بتوجه لي. محدش وجه لك اي اتهامات يا دكتور. ايه بس في ايه؟ الحكايه كلها شويه دردشه بسيطه وخلاص على كده؟ لا مش خلاص على كده. حضرتك عارف كويس قوي ان اي ملف بيتفتح في امن الدوله بيبدا بشويه دردشه بسيطه. طب ما دام خلفيتك عن اسلوب شغلنا قويه قوي كده، ما نختصر المسافات احسن عشان ما نضيعش وقتنا في كلام فاضي. ما انا اختصرت وجبت لحضرتك من الاخر. انا ماليش اي نشاط سياسي، لا انا عضو في حزب معارض ولا بمشي في مظاهرات ولا حتى بكتب اشعار ثوريه وانشرها على النت. عظيم جدا. ايه بقى اللي خلى حضرتك تخش في قلب الاعتصام ده وتتردد عليهم اربع ايام بحالهم؟ باكلهم يا سيدي، باكلهم. فيها حاجه دي؟ شويه عمال وموظفين غلابه بعدي عليهم كل يوم وانا راجع من الشغل، وشايف حالتهم بالبلا الازرق وكاتبين على هدومهم كلام يقطع القلب. اعمل ايه انا لما اشوف منظر زي ده حضرتك؟ يعني اعمل ايه؟ اروح البيت اكل واملى بطني وانام واشخر لحد الصبح؟ يا ريتني كنت اقدر، على الاقل ما كنتش عرضت نفسي للبهدله دي. انما طبعا مش هقدر، مش هيجي لي نفس ولا هيجي لي نوم. حاجه غريبه جدا بصراحه. هي الصدع عند حضراتكم ايه؟ جريمه سياسيه ومحاوله لقلب نظام الحكم؟ مساء الخير. مساء النور يا باشا. احنا اسفين جدا يا دكتور سليمان، غلطه بايخه ومش مقصوده اللي وعد الزهران. اهلا بيك يا استاذ الامام. اي طريقه هستخدمها للتعبير عن اعتذاري مش هتداوي الغلطه ديت، لكن انا وعدك. مفيش اي داعي للاعتذار يا فندم، انا فاهم طبيعه شغلكم معقده قوي واللبس وارد في اي وقت. ده ذوق رفيع وحس تفاهم جميل منك، لكن انا مصر ان انا اعوضك عن الغلطه ديت بتقديم اي خدمه وفي اي وقت. ده الكارت بتاعي، وهدي لك رقم شخصي. الرقم ده مش موجود مع مراتي، أرجو إن أنا أسمع صوتك في أقرب وقت وظروف أحسن من كده. على مهلك شوية يا ابني، كل حاجة هتيجي في أوانها ومن غير لهواج، ومهما جريت على رزقك عمرك ما هتزودها. عندك حق يا حاجة، كل شيء له معاد. انت شكلك مبروكة وفيكي شيء لله. ادعيلي يا حاجة، ادعيلي نوبك فيها ثواب. اشتري مني يا ابني وما تحسنش عليا. معلش يا ماما، اعتبريني اشتريت منك الفرشة كلها، أنا أصلي مستعجل والله. يبقى انت مش عايز تدوقني قرش حلال. لا اله الا الله. طيب يا ستي حقك عليا، قولي لي بقى معاكي ايه؟ معايا خواتم ودبل ومحافظ وسلاسل، معايا كل حاجه حلوه. طيب
ايوه انا اخترت الخاتم العجيب ده. اتفضل. تبقى اخترت الهنا والسعاده وراحه البال. مبروك عليك يا سليمان. سليمان تعرفيني حاجه؟ ربك اللي بيعرف الغيب وبيكشف المحجوب. يا ماما انت لسه قايله اسمي ده؟ انا قلت اسم الخاتم اللي عينك وقعت عليه. اسمه خاتم سليمان. لو كنت فقير هيغنيك عن العوز ويرزقك من نعيم ربنا، ولو كنت منظور هيصونك من العين ويكف عنك الحسد، ولو كنت اعمى هيفوقك من غفلتك ويصونك من عماك،